وحول لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق والبحث عن المفقودين ومن المتظاهرين والمغيبين في ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط عادل الجبوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا مقاطع بكم. مصورة وشهادات شهود عيان وعدة واعترافات من مسؤولين أمنيين عن الجهات التي قتلت المتظاهرين، فهل يعقل أن البرلمان والحكومة لا يزالان يبحثان عن قتلة الثوار؟ نعم، شكرا إلى قناة الرافدين وإلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. الحقيقة احنا نسمع من البرلمان ومن الحكومة العراقية يوميا رجال يتقصوا الحقائق من سنة 2003 ولحد اليوم، لكنه لحد الآن لم نسمع بنتيجة واحدة لأي لجنة من هذه اللجان. هذه اللجان هي عملية تسويف للحقيقة وعملية تسويف لما يجري على أرض الواقع. نعم. الحكومة مسؤوليتها مسؤولية تامة عما يحدث للمتظاهرين وللشهداء منهم وللجرحى من عندهم. نعم. وهي تعرف وتعرف من هم الذين يقتلون الثوار التشرينيين، ومسؤولية رئيس الوزراء العادل عبد المهدي السابق، ومسؤولية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، مسؤولية مباشرة عن كل ما يجري في العراق من قتل ثوار تشرين الذين لحد الآن لم يتم منحهم رواتب لعوائلهم، لحد الآن لم يتم اخراجهم من السجون اللي تم اعتقالهم، لحد الان لم يتم معالجه الجرحى من عندهم اللي يحتاجون الجراحه في خارج العراق. هذه هي الحكومه تشوف كل شيء بواسطه اللجان. اللجان هي عمليه تسويف لما يجري، ولم نسمع لحد اليوم ان نسمع نتيجه واحده لما آلت اليه هذه اللجان التحقيقية. نعم. طيب، يعني هل تتوقع يعني أن تكون اللجنة التي شكلها البرلمان من الشجاعة بمكان أن تكشف عن الفاعلين الحقيقيين والمدانين بقتل المتظاهرين؟ يعني هي المتهمين الحقيقيين معروفين، السلاح المنفلت الموجود في الشارع، السلاح المنفلت معروف بعصابات اللي تحمل السلاح واللي تتحدى الدولة، واللي لحد الآن ما تقدر الدولة أنه تحاسبهم. فعملية تقصي الحقيقة أو قيام البرلمان هي أهم عملية تسويف. البرلمان عاجز لحد الآن، البرلمان عاجز والحكومة عاجزة عن إيجاد منهم قتلت المتظاهرين، والقتلة موجودين أمامهم. لم يأتي واحد من خارج العراق يقتل المتظاهرين، لم يأتي واحد من بلد آخر. كل اللي قاموا بعملية الاغتيال للثوار تشرين هم معروفين، وهم عناصر معروفة لدى الحكومة، لكن الحكومة عاجزة عن تشخيصهم وإحالتهم إلى المحاكم. وهذا اللي نشوفه احنا، يعني واحد يلزموه يا طيارتين بالعراق ويدون يطلعوه. واليوم لغوا لجنة أبو رغيف، لأنه لجنة أبو رغيف حققت مع هذا الشخص الذي يحمل طيارتين، يعني في أي بلد هذا مواطن يحمل طيارتين يستر بهم بالشوارع. طيب، هل لدى الحكومة سوابق يمكن من خلالها أن يثبت؟ البرلمان العراقي عاجز. نعم. عن إيجاد قتلة أو تشخيص قتلة الثوار تشرين، والثورة هي باقية. أستاذ عادل، الثورة لن تهدأ ولن تهدف للعراق. أستاذ عادل، هل لدى الحكومة سوابق يمكن من خلالها أن يثق الشارع العراقي ومن ثم أهالي الشهداء في لجان التحقيق؟ ألم تنتهي لجنة تقصي الحقائق في أحداث البصرة في عام 2019 بإدانة المتظاهرين أنفسهم رغم الشهداء الذين سقطوا؟ يعني عوائل الشهداء لحد الآن تنتظر إنصافهم في عملية اعتبارهم شهداء ضحوا بأجلهم من أجل أنهم يرجون الوطن. هؤلاء هم خرجوا إلى الشارع لأنه يطلبون التعيين، يطلبون الحياة الكريمة مثل باقي الناس،
ومثل باقي الدول، لكن تعرضوا الى عمليه قتل واغتيال من قبل الميليشيات الوقحه التي تعرفها الدوله. لحد الان عوائل الشهداء ينتظرون ان تنصفهم هذه الحكومه العاجزه عن انصاف نفسها. نعم. في خضم التظاهرات وأثناء أواجها أثار حديث حول دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني لمساعدة القوات الأمنية في قمع المتظاهرين، وهو ما أكده المتظاهرون بأنفسهم. هل تستطيع اللجنة السماع لشهادات الشهود ومن ثم إدانة عناصر الحرس الثوري وبالنتيجة إدانة إيران؟ لا، هو أي لجنة تتشكل هي تشكل من الأحزاب. مجلس النواب من أين؟ مجلس النواب هو من خليط من أحزاب السلطة التي أكثرها من المتوافقين مع إيران. والحرس الثوري جاء بدعم من هذه الأحزاب لغرض قمع الثورة، ولذلك فإنهم عاجزين عن تشخيص الحرس الثوري، رغم أنهم الثوار يعرفون انه من قتلهم هم منتسبي الحرس الثوري الايراني والميليشيات الوقحه التي المنفلته التي تحمل السلاح امام الدوله ولا تخاف من الدوله. يعني الميليشيات التي تقوم بقصف بيت رئيس الوزراء، ويعجز رئيس الوزراء عن تشخيص من هم الذين قاموا بقصف داره، فهذه مصيبة. نعم. مصيبة، لأنه الحكومة عاجزة. ولحد الآن نحن نطالب بإخراج الثوار من المعتقلات العراقية. لحد الآن الثوار تشرين معتقلين لدى الحكومة بدون سبب، وهم كل ما لديهم أنه جاءوا يطالبون بوطن. شكرا لك الصحفي والناشط عادل الجبوري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد في استوديو رافدين، شكرا لك.